وفيها العراق والأردن ودول عربية أخرى تتجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بكورونا، فهل هو تكيف مع تراجع مستوى الإصابات أم أنها نتيجة لضغوط الإغلاق الاقتصادية؟ تجارب في فرنسا تستخدم الدواء الخاص بالجلطات الدموية وأجهزة التنفس بشكل مبكر للتعجيل بشفاء مرضى كورونا، نبحث في النتائج والمحاذير. وفي موضوعنا المغاربي، الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية 4 أسابيع، فما هي الدوافع وأي انعكاسات اقتصادية محتملة؟ وفي فقرة مواقع التواصل، مصريون عالقون في الكويت يطلقون مناشدات للسلطات من أجل إجلائهم. أهلا بكم. يواصل وباء كورونا انتشاره حول العالم مع تجاوز عدد المصابين بالفيروس حاجز 2 مليون مصاب. ونبدأ نشرتنا بعدد المتعافين من فيروس كورونا عبر العالم، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 600,000 متعاف. من ناحية أخرى، تخطت الإصابات بالفيروس حاجز 2,300,000 مصاب، بينما بلغت حالات الوفاة أكثر من 160,000 حالة وفاة في العالم. أعلنت الحكومة العراقية أنها سترفع حظر التجوال بشكل جزئي في شهر رمضان بدءا من 6 صباحا ولغاية 7 مساء. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت مناطق محددة من رفع حظر التجوال، وقررت تخصيص أراضي القطاع الصحي وتوزيع مكافآت مالية للعاملين فيه. كما خيرت اللجنة العليا العراقيين العائدين من الخارج بين السكن في فنادق بأجور منخفضة أو في فنادق خصصتها وزارة الصحة لمن لا يتمكنون من دفع الأجور. أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة تخفيف إجراءات حظر التجول في 4 محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد. وقال العضايلة إنه تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتبعة نفسها في محافظة العقبة التي خفف بها حظر التجول ابتداء من ذلك التاريخ، وسيسمح لأهالي هذه المحافظات 4 التحرك بالسيارات واستئناف فتح محالهم ودكاكينهم واستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن التوقيت نفسه. ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا. بدأت الكويت عمليات إجلاء 50,000 مواطن كويتي عالق في الخارج منذ بدء حالة الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمنع تفشي فيروس كورونا. هذا وشدد أمير الدولة دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على ضرورة الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية الخاصة وبالحجر المؤسسي والمنزلي. وعلى سلامة المجتمع وأسره، وكل أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المسالك القانونية والإجراءات الجزائية. ومعنا من أربد الدكتور وائل هجاينا عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومسؤول ملف كورونا في شمال الأردن. مرحبا بك.
يعطيك العافية. أهلا بك. يعني أريد أن أسألك إن كان من السابق لأوانه أم لا هذا الرفع الجزئي، أو على الأقل هذه النوايا للرفع الجزئي من هذه الإجراءات التي تخص الحجر في مواجهة فيروس كورونا، أم أن هناك العامل الاقتصادي الظاهر للعيان الذي يضغط من جانبه ويدفع السلطات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات وأخرى؟ شكرا سيدي. إذا كنت تقصد الوضع في الأردن فإنه ليس من المبكر البدء في هذه الإجراءات، ولكن المهم عند النظر إلى هذه الإجراءات النظر في الكيفية وفي الآلية التي يتم فيها تطبيق هذه الإجراءات. فمثلا في الأردن تم عزل محافظات الجنوب الأربعة التي تكلمت عنها سيدي عن بقية محافظات المملكة. هذه المحافظات لم يثبت فيها إصابة، ثم تم إجراء عينات واسعة من أبناء هذه المحافظات ولم يتبين وجود سريان للفيروس في هذه المجتمعات، وبالتالي يبدو أنه من المأمون فتح هذه المحافظات داخليا، مع ملاحظة مهمة جدا أنها تبقى معزولة عن محافظة العاصمة أو المحافظات الأخرى التي سجلت فيها الحالات. نحن نعرف أن مستوى الإصابة بهذا الفيروس في هذه المحافظات قليل طيب. جدا، وبالتالي من المهم عدم إدخال أي مواطنين آخرين من محافظات أخرى تم تسجيل أعداد أعلى. هذا فيما يتعلق بالأردن. هذه الإرادة في الذهاب إلى الرفع الجزئي للحجر ليست فقط هي إرادة في الأردن، بل في عدد من الدول العربية المجاورة. لذا سأعيد طرح السؤال مجددا، ما هي الدوافع التي تحفز هذه الحكومات إلى الذهاب نحو هذا الاتجاه؟ سيدي، يعني في هذه الدول وخاصة في الدول العربية كما هي في الدول المتقدمة أيضا، يبدو أن عدم فتح التدريجي لهذه الخدمات سيؤدي إلى كارثة اقتصادية. أنت تعلم أن النظام الاجتماعي في هذه الدول قد لا يكون رائعا أو مكتملا أو محافظا على الحقوق الأساسية للمواطن، فبالتالي يجب على المواطن أن يساهم في إبقاء عجلة الحياة. في الأردن مثلا معظم الناس يعملون ثم يستحقون معاشاتهم. إذا استمر الأمر كما هو فستكون مشكلة كبيرة، أناس لا يستطيعون تحصيل أجورهم، لا يستطيعون تحصيل قوت أولادهم. إذن يجب الملائمة والموافقة بين حاجات الناس الاقتصادية وبين أيضا الحاجات الصحية، وهذا ما يقوم به الأردن. طيب، في إطار الحاجات الصحية، يعني نعلم أن هذه الدول العربية والأردن هو واحد منها لا تملك هذه الإمكانيات والقدرات الصحية التي قد تدفع إلى الجزم أو بداية الجزم بأن الفيروس أصبح تحت السيطرة، يعني أن الفيروس قد يستجد، لأن السلطات الصحية هنا وهناك في هذه الدول لم تصل إليه، وبعد ذلك فالكارثة أوخم، ستكون كارثة صحية واقتصادية أيضا. أنت يعني هناك الكثير من الصواب فيما تقوله. إذا كان الفتح التدريجي غير مقنن، وإذا لم يكن ملتزما بأمور مهمة جدا منها ما يلي: أولا الوعي المجتمعي بالتباعد. إذا لم يكن الوعي المجتمعي بالتباعد حاصلا وعلى أعلى درجة فإن العملية ستكون فاشلة من بدايتها، وهذا واضح تماما. نحن في الأردن، وأنا أقول لك من واقع التجربة ومن على الميدان، لقد كنا متشائمين في البداية، ولكن الواقع يقول غير ذلك الآن. الشعب الأردني أبدى التزاما واسعا بعملية التبادل الاجتماعي. يضاف إلى ذلك أن حدود العزل، أي أن المناطق التي لا يكثر فيها الفيروس ستكون معزولة عن المناطق التي يكثر فيها الفيروس. مثلا محافظة إربد في الشمال الآن تسجل يعني أرقام خفيفة جدا في سريان الفيروس في المجتمع، فبالتالي هي معزولة عن منطقة عمان وعن المناطق الأخرى التي يكثر فيها الفيروس. القضية أنه حتى في تخفيف الإجراءات داخل البلد الواحد يجب أن تراعي الخصوصيات، خصوصية منطقة يرتفع فيها نسب الفيروس ومنطقة أخرى تكون نسب نسريان الفيروس قليلة جدا. ومع ذلك نعم هناك قضية مهمة جدا، مع التدرج التدريجي في رفع
في رفع الإغلاق عن هذه المناطق. هناك أيضا رمضان قادم يوم الجمعة القادم في 6 أيام من الآن، وهذا تحدي كبير للمجتمعات العربية والمجتمعات المسلمة والتي تقدم نعم. على رفع الإغلاق عن 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 مواطنيها. إذا لم يلتزم بذلك بوعي مجتمعي، إذا لم يلتزم ذلك باستخدام الكمامات والقفازات، إذا لم يتم قرن ذلك باستخدام المطهرات الكحولية وكل الإجراءات التي تتخذها وتنصح بها الجهات الصحية، ستكون هناك مشكلة. ونحن نعم. سنرى وسنراقب بحذر شديد ماذا سيحصل في الأسبوع الأول. حدثتنا من إربد الدكتور وائل هياجنة، عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومسؤول ملف كورونا في شمال الأردن، شكرا جزيلا لك. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هيئة كبار العلماء وهي أعلى جهة دينية بالمملكة حثت المسلمين في أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا طالبتهم بلدانهم بالتباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا. وقالت الهيئة في بيان أنه ينبغي أن يتجنب المسلم التجمعات نظرا لأنها تعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى، وأضافت أن تجنب التجمعات هو تقرب إلى الله وسبب للحفاظ على أرواح الناس. مع دخول ولايات سودانية في حظر شامل تفاقمت في العاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى أزمة الحصول على غاز الطهي، مما أدى إلى تكدس المواطنين في صفوف للانتظار في ميادين الأحياء للحصول على الغاز الذي أعلنت وزارة الطاقة والتعدين أنه سيوزع فيها لتلافي الازدحام وتوفر الشروط المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد. حظر التجوال بعد بينهم وبين لقمة عيشهم، والأزمات المعيشية أزالت المسافات المطلوبة بينهم للوقاية من وباء كورونا. في سلاسل من الصفوف ينتظرون وقد أعياهم التعب. هذه الفتاة انتظرت طويلا، أما مريم فطفح بها الكيل. كل حاجة ما في ما في ما في ما في، وغاز ما في، عيش ما في، بنزين ما في، جاز ما في، ما ممكن والله العظيم من جد ما في. الناس كلها متلمي عشان يأكلوا، ما عشان يقعد يتلموا كده. أي واحد خلي بيته جاي من يزار نصف فجر يقعد هنا عشان يحرسوا، أي حاجة من الساعة 2 صباحا، صح كلامهم ده؟ قال يشوف لنا أزمة دي أول حاجة قبل أزمة إنه الحصر التجول والكلام الفارغ ده. أيام مضت ومعظمهم لا يجد تفسيرا ولا حلا لصفوف الانتظار الطويلة. يجدول الناس ساعات يومهم بين صفوف الغاز والخبز على أمل أن يظفروا بأحدهما على الأقل، وذلك جزء من سلة أزمات اقتصادية تواجه الدولة بحسب خبراء. الدولة يجب أن تعي دورها تماما في أن توفر هذه السلع الاستراتيجية وتقي المواطن شر الازدحام أو الوقوف في صفوف طويلة للحصول على الغاز أو البنزين أو الجازولين أو الخبز. يبقى الخيار صعبا لدى كثير من المواطنين، الالتزام بحظر التجول الشامل الذي فرضته الحكومة للحد من انتشار وباء كورونا، أو الخروج لمحاولة الحصول على حاجاتهم الضرورية. ندرة غاز الطبخ وغيره من سلع أساسية تصدرت واجهة الأزمات هنا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي وقت فرض فيه حظر تجول شامل لمواجهة انتشار فيروس كورونا. شيبة الحمد عبد الرحمن، العربي، الخرطوم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى 433 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلا إن جميع الإصابات في حالة مستقرة. يذكر أن فلسطين سجلت 2 بفيروس كورونا وتم تسجيل 69 حالة شفاء، كما تم إجراء أكثر من 22,000 فحص مخبري. وننتقل الآن إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي والزميل وسام. شكرا جزيلا كمال. أهلا بكم مشاهدينا. في كل عام تشهد كنيسة القيامة في القدس المحتلة احتفالا مهيبا لمراسم فيض النور المقدس الذي يعد أسعد احتفالات موسم عيد الفصح. هكذا كان مشهد الاحتفالات العام الماضي في الكنيسة، دعونا نتابع.
ولكن في مشهد غير مسبوق في التاريخ الحديث، خلت كنيسة القيامة في سبت النور من زوارها، وبسبب جائحة كورونا دقت الأجراس فوق كنيسة القيامة شبه الخاوية عند خروج البطريرك ثيوفيلوس الثالث من القبو، واقتصر أحياء المناسبة على بطريرك الروم الأرثوذكس وعدد من رجال الدين. سنتابع أيضا إذن هذه الصورة للكنيسة وهذا ما جرى هذا العام. إذن احتفل المسيحيون الأرثوذكس حول العالم بأبرز مناسباتهم الدينية وسط مجموعة من القيود التي تعيق طقوس الاحتفال التقليدية. ولاحتواء انتشار الوباء طلبت السلطات الدينية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط من المصلين عدم المشاركة في احتفالات عيد الفصح. ولكن في جمهورية جورجيا التي كانت تعد قصة نجاح في مكافحة الجائحة تواجه تحديا كبيرا مع رفض الكنيسة الأرثوذكسية الانصياع على إجراءات العزل الصحي. ظلت الكنائس مفتوحة في أنحاء البلاد واستمرت في إقامة الاحتفالات بحضور آلاف المصلين، وهو ما أثار موجة استهجان على مواقع التواصل. أندري علق وغرد على تويتر بهذه التغريدة: عندما ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة ويسبب موجة وفاة كبيرة سنعرف على الأقل سبب حدوث ذلك. إنه قرار ممن يدعون حب الله بتعصب دون الاهتمام بمعاناة الناس. وعلق ديفيد ريبل مستنكرا أيضا على تويتر: الكنيسة في جورجيا دعت الناس للاحتفال بعيد الفصح والمبيت في الكنائس في كسر لحظر التجوال المفروض على البلاد. الحكومة لا تبدو راغبة أو راغبة ولربما هي غير قادرة على فعل أي شيء لوقف التجمعات. وقالت كاتي شوشافيلي: المسيحيون الأرثوذكس في جورجيا ممزقون بين خيار الانصياع لأوامر القادة المدنيين للبلاد وقادة الكنيسة في أهم الأعياد الدينية. بهذا نصل إلى ختام الفقرة. نعود من جديد إلى كمال. مستغرب ما جرى في جورجيا. نعم، ولكن هو هذا الحرمان بين أداء الواجب الديني والخضوع للمحاذير. شكرا ميسان. العفو. تعاني الدول التي تشهد ارتفاعا بحالات الإصابة بفيروس كورونا نقصا حادا في أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، ويدور جدل طبي حول توقيت وضع مرضى فيروس كورونا على أجهزة التنفس الصناعي. كذلك بدأ بعض الأطباء في فرنسا في استخدام الأدوية المسيلة للدم ضد الجلطات للتسريع في الشفاء بالتوازي مع أجهزة التنفس في وقت مبكر جدا من المرض. منذ تفشي فيروس كورونا انشغلت القطاعات الصحية في مختلف أنحاء العالم لمعالجة مصابي كوفيد-19، وبينما يكون وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي الحل الأخير أمام الأطباء لإنقاذ المصابين بأعراض حادة من كوفيد-19، تشير تحذيرات جديدة من خطورة هذه الخطوة. بعض الأطباء يرى أن استخدام أجهزة التنفس الصناعي قبل أوانه مع المصابين قد يفاقم من حالة المرضى. عندما تفشل الرئتان بأداء مهمة التنفس، تعمل هذه الأجهزة على ضخ الأكسجين لجسم المصاب، وتشمل العملية تخدير المريض وإدخال أنبوب في حنجرته. وإدخال الأكسجين المضغوط إلى الرئتين من الممكن أن يتلف أعضاء الجسم، كما يتسبب إدخال الأجهزة بشكل مبكر التهابات في الرئتين. أما بالنسبة لأجهزة الضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر المعروف بسباب التي يستخدمها الأشخاص المصابون بانقطاع النفس أثناء النوم، فلديها بعض أوجه التشابه مع أجهزة التنفس الصناعي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن تعديلها لتخفيف نقص أجهزة التنفس. يعالج سباب توقف التنفس أثناء النوم عن طريق إنتاج تدفق ثابت ومعاير للهواء عبر الشعب الهوائية، يتم توجيهه عبر الأنابيب وقناع متصل بالوجه. يتيح سباب التنفس المنتظم ونوما أفضل ليلا.
يرى الخبراء أنه لاستخدامه في مرضى الفيروسات التاجية يجب تعديل أجهزة سباب باستخدام أنظمة التصفية حتى لا تتسبب بتفريغ كميات كبيرة من الفيروسات في الهواء المحيط. ومعنا من باريس الدكتورة ليزا الحاج، أخصائية الأمراض الجرثومية. مرحبا بك. مرحبا. يعني عدا قصة أن في وقت مبكر عدد المصابين هو كبير جدا ولا توجد أعداد مناسبة من أجهزة التنفس الاصطناعي، هل هذا اجتهاد إدراج أجهزة التنفس الاصطناعي في وقت مبكر بالإضافة إلى الأدوية المسيلة للدم لتفادي الجلطات، هل هذا اجتهاد في محله أم أنه في غير محله؟ يعني اجتهاد شيء أكيد، أنه في اكتشفنا شيء جديد، اكتشفنا أنه المرض بيأثر على الشرايين، مشان هيك لازم نعطيهم دواء مسيل للدم، مسيل للدم. هي أول شغلة، بس هيدا ما بتمنع أنه كمان لازم ننتبه أنه الفيروس عم بيخنق الإنسان بطريقة يصير في نوع من قلة الأكسجين بالدم وقلة الأكسجين بالرواية، مشان هيك لازم ينحطوا على شيء بسموه سيباب أو يعملوا أكسجين، يعطون أكسجين بقوة بضخ قوي قبل ما نوصل ل تنيد، يعني للحاجة لنحط لهم تيوب بقلب الرواية. طيب إذا فهمت يعني إذا فهمت يعني المصاب في وقت مبكر يجب تزويده بأجهزة للتنفس الاصطناعي، أليس كذلك؟ لا مش من الضروري، أهم شيء ينعطي كمية كبيرة من الأكسجين، هيدا أهم شغلة. كيف نعطيها؟ الأفضل نعطيها من دون ما نحط له تيوب بقلب الرواية. أول ما بلشنا بالمرض، أول ما تعرفنا على المرض، كنا نخاف ونعطيهم نحطهم دغري بالعناية الفائقة ونطلب إنه نحطهم على هيدول الجهاز الاصطناعي تيتنفسوا. هلأ مع الوقت صرنا نعرف إنه الفيروس عم يجي بطريقة يخلي المرض يكون بشكل في نقص بالأكسجين، بس في كتير ضخ دم قوي، مشان هيك بيشبه الجلطة. يعني المرض تبع الفيروس، المرض الرئة تبع اللي عم يضربه، نعم. اللي عم يضرب الرئة هو بيشبه جلطة، الجلطة اللي على الرواية، اللي بتجي على الرواية، مشان هيك من المهم انه ينعطى المريض دواء سائل للدم. هاي اول شغلة. تاني شغلة الاكسجين، اهم شيء ينعطى اكسجين بكمية كبيرة. ينعطى اكسجين بكمية كبيرة مش ضروري نحطه على التنفس الاصطناعي. وحتى انه هلأ نية الاكتشاف اللي عم نشوفه انه في كتير مرضى عم يرجعوا لورا بس نحطهم على هالجهاز الاصطناعي. طيب أنا أطرح السؤال الآن من وجهة نظر اقتصادية لوجستيكية بحتة وليست طبية. نعلم أن عدد الإصابات كبير، إذا كل مصاب أعطيناه هذه الإمكانات، بمعنى على الأقل جهاز للتنفس الاصطناعي، هل العملية قابلة للحياة في نهاية المطاف؟ شو يعني الحياة في نهاية المطاف؟ ما فهمت السؤال. يعني إذا كل مصاب في وقت مبكر وعدد المصابين في وقت مبكر كبير، كل مصاب يمنح جهاز للتنفس الاصطناعي، هل هذا ممكن؟
هل هذا ممكن؟ هو المبدأ انه ما لازم نعطيه نحطه دغري على الجهاز الاصطناعي، عرفت؟ هو المبدأ ما لازم ينحطه، لازم ينحط لهم اكسجين، نعطيهم كمية اكسجين. في طريقتين، يا اما الاكسجين بالسيباب، شيء اسمه السيباب، يعني هيدا ما خصه بالجهاز الاصطناعي، عرفت؟ وبذات الوقت بنعمل لهم شو شيء بيسموه انتي كواجوليشن، يعني سيلان للدم مضاد للتجلط. نعم. الدكتورة ليزا الحاج، أخصائية الأمراض الجرثومية، شكرا جزيلا لك. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة الخطورة بدءا من يوم الاثنين، والإبقاء على إغلاق الأعمال الخطرة والمؤسسات التعليمية والمساجد، تزامنا مع مرحلة جديدة من الغربلة الصحية. التجمعات تزداد عادة خلال شهر رمضان، وهذا صعب على المواطنين. نخبرهم أنهم لن يتمكنوا من ممارسة الطقوس كما في السابق في ظل الظروف الحالية خلال الأسبوعين القادمين. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا بلغت 410 في أدنى حصيلة للوفيات منذ 22 من مارس، وتجاوزت حصيلة الوفيات في البلاد عتبة 20,000 وفاة. كما سجلت إسبانيا 4215 إصابة جديدة، ليصل بذلك عدد إجمالي الإصابات إلى 195,944 حالة. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني اعتزامه طلب تمديد حالة الطوارئ في البلاد مع تخفيف بعض الإجراءات المفروضة على المواطنين. في بريطانيا سجلت 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى أكثر من 16,000، فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس 120,000 وفق ما أعلنته وزارة الصحة البريطانية. وكانت الحكومة البريطانية قررت مد إجراءات الحجر 3 أسابيع على الأقل بهدف إبطاء وتيرة تفشي الفيروس. من ناحية أخرى، يتوقع وصول شحنة ضرورية من المعدات الوقائية الطبية من تركيا إلى بريطانيا. وتشهد إيطاليا نقاشا بشأن أولى الخطوات الحذرة للخروج من الإغلاق الشامل الذي فرض من جراء فيروس كورونا المستجد، وترك نحو نصف القوى العاملة رهن مساعدات الحكومة. هذا وسجلت وزارة الصحة في البلاد أكثر من 3,400 إصابة جديدة، وتجاوزت بذلك حصيلة المصابين 176,000 إصابة. وأكدت الوزارة أيضا تسجيل 482 حالة وفاة، ليتجاوز إجمالي الوفيات 23,000 حالة. أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن وباء كوفيد-19 في الولاية التي تعد أكبر بؤرة للفيروس في الولايات المتحدة قد بدأ في الانحسار. وقال كومو في مؤتمر صحفي أن الأرقام تشير إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات. لقد قطعنا مرحلة الذروة، وكل المؤشرات تقول إننا دخلنا في مرحلة الانحسار، واستمرار ذلك يعتمد على الإجراءات التي سنتخذها، ولكن بشكل عام نحن في مرحلة انحسار للإصابات وعدد من يدخلون المستشفيات. وشهدت عدة ولايات أمريكية مظاهرات مطالبة برفع إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. وضمت الحشود في ماريلاند ونيو هامبشير وكاليفورنيا مرورا بتكساس وأوهايو محتجين مسلحين ومقنعين يرتدون بدلات شبيهة بالبدلات العسكرية، وآخرين يضعون قبعات تحمل شعارا مؤيدا لترامب. هذا ويتصاعد الاستياء في أوساط أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة إزاء التكلفة الباهظة لتدابير العزل على الاقتصاد الأمريكي.
جددت الحكومة الباكستانية حالة الإغلاق جراء تفشي وباء كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، وفي الوقت الذي باتت تشهد فيه البلاد استفحال أزمة البطالة، عمدت الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة نقدية للحد من أزمة الفقراء. أمهات يجلسن على مقاعد أبنائهن الدراسية، لكن دوامهن من السادسة صباحا إلى الرابعة عصرا، ينتظرن أدوارهن للحصول على حزمة مساعدات مالية، متعطشات لرؤية من يصغي إليهن. كل واحدة منهن لها حكاية خاصة مع المعاناة، فهذه المسنة طمس الزمن معالم بصمات أصابعها، فلم يتعرف عليها النظام الذي لا يعمل إلا من خلال البصمة. نأتي إلى هنا منذ أيام، تارة يخبروننا بحصول عطل في النظام، وتارة أخرى يختلقون أعذارا ليست مبررة. نجلس حتى انتهاء دوام العاملين دون تقديم الطعام أو الماء لنا. الجالسات هنا كلهن فقيرات، ولا واحدة منا جاءت برغبتها. ينتابنا شعور بالإذلال، بيننا كثيرات لديهن مشاكل في النظام المعمول به. الحكومة أعلنت تخصيص مبلغ بقيمة 613 مليون دولار، تقدم حوالي 70 دولارا للعائلة الواحدة قبيل رمضان في ظل جائحة كورونا، خطة تستهدف 12 مليون عائلة. يهدف البرنامج إلى مساعدة الفقراء في ظل أزمة كورونا كإغاثة عاجلة، خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان. لا شك أن أوضاع الناس مزرية بالفعل، فالأزمة كبيرة، والحكومة بصدد العمل على توفير البدائل الممكنة. حزمة مساعدات مالية لمرة واحدة تساعد هؤلاء الناس ولا تحل مشاكلهم وفق ما يقولون. كورونا ضاعف أعدادهم وأحدث طفرة بطالة جديدة في البلاد. انحدرت مخاطر خلو الأمعاء، تغاضى هؤلاء الفقراء عن مخاطر كورونا، أخرجتهم من بيوتهم يأملون منها أن تكون مدخلا لإيجاد حل مستدام لمعاناتهم. بلال الأسطل، العربي، إسلام أباد. في الساعة الأخيرة بعد قليل، الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية 4 أسابيع، فما هي الدوافع وأي انعكاسات اقتصادية محتملة؟ أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز العناوين. العراق والأردن ودول عربية أخرى تتجه نحو تخفيف إجراءات الإغلاق الخاصة بكورونا. تجارب في فرنسا تستخدم الدواء الخاص بالجلطات الدموية وأجهزة التنفس بشكل مبكر للتعجيل بشفاء مرضى كورونا. والآن إلى فقرتنا المغاربية والزميلة فرح. شكرا كمال. أهلا بكم. سجلت وزارة الصحة المغربية 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين بالوباء إلى أكثر من 2800. هذا ووصل إجمالي المتوفين بالفيروس في المغرب إلى 141، في حين ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 327. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت أمس تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء كوفيد-19 حتى 20 مايو أيار المقبل. وبعد قرار الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 20 مايو أيار المقبل، تزداد معاناة أزيد من 10 مليون مواطن مغربي تضرروا بشكل مباشر من تداعيات تفشي وباء كورونا في البلاد. وبحسب كثيرين، فإن المساعدات المالية والغذائية التي تقدمها السلطات المغربية للأسر المتضررة غير كافية لتلبية متطلبات الحياة التي تشهد ارتفاعا خلال شهر رمضان.
سمية المعلمة في إحدى المدارس الخاصة اعتادت تحضير حلوى الشباكية مع اقتراب شهر رمضان بمعية شقيقاتها، لكن وباء كورونا سيتركها وحيدة ويهددها بفقدان عملها، خاصة بعد قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية. كنتمنى ما يتمدوش لينا الحجر الصحي، ولكن ما بيدينا حيلة نقدر نستغل هذه الفرصة وندير الشهيوات ديال رمضان. أحمد الذي يعمل سائق سيارة أجرة يتفقد هنا الحالة الميكانيكية لسيارته، فمنذ شهر وهي مركونة في هذا المكان من دون أي عائد مادي. الإجراء اللي اتخذت الحكومة هو إجراء في محله، إنما تعويضات اللي قالوا غادي يعوضونا ما كافيناش على حسب مصاريف اللي كاينة، وقفنا في الشهر الأول، الشهر الثاني زادوا التمديد، ربما يقدر يكون الشهر الثالث هذه المصاريف اللي قالوا غادي تكون ما كافياش. الحكومة المغربية تقول بأنها بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا. على أنه القرار ديال الدعم كيهم ثلاث أشهر، أي أنه حتى شهر مارس اللي كان فقط حوالي نصف ديال الشهر اللي تم توقف عن العمل، فإنه مازال كاين الدعم خلال شهر أبريل وكذلك خلال شهر ماي. أزيد من 10 ملايين شخص تضرروا بشكل مباشر من تداعيات وباء كورونا، وضع تحاول معه الحكومة المغربية تقديم مساعدات عينية ومالية للتخفيف من معاناتهم، لكن تمديد حالة الطوارئ الصحية سيزيد من هذه المعاناة. انتشار الوباء والإجراءات الحكومية الصارمة يفرضان عليهم قضاء شهر الصيام داخل منازلهم بعدما أجبرت الحكومة على تمديد حالة الطوارئ الصحية. كريم القرقوري، العربي، الرباط. ومعنا من الرباط دكتور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة في الرباط. دكتور خالد فتحي، برأيك لماذا هذا التمديد مرة أخرى لحالة الطوارئ؟ ما هي بالفعل جدواه العملية المتوقعة؟ هو في الحقيقة هذا التمديد لم يكن مرتقبا ومنتظرا فقط، بل كان أيضا مطلوبا، فجميع الفئات الشعبية بما فيها الفئات المعوزة كانت تناشد الملك محمد السادس والحكومة لأجل تمديد الحجر الصحي بعدما استوعبت فائدته في منع الوباء من التمدد ومن التفشي. في الحقيقة لقد ظهرت بؤر عائلية وبؤر مهنية في العديد من المدن المغربية، وهذا ما جعل المغاربة يفهمون أنه من الضروري أن يمتد هذا الحجر الصحي لكي نتمكن من مقاومة هذه الجائحة. في الحقيقة أيضا المغاربة فهموا كلمة السر في مقاومة هذا الداء، وهي الصبر والاستعداد للتضحية. وهناك شكاوى من بعض الأشخاص وبعض الأفراد، إنما هي شكاوى فردية معزولة لا تعبر عن تيار مجتمعي، وهي تعبر بالخصوص عن الحالة النفسية التي يخلقها الوباء، الخوف من المجهول، الخوف من الإصابة، أكثر مما تعبر عن غياب التضامن المجتمعي. ولكن دكتور فتحي، الدولة عندما قدمت الدعم دكتور فتحي، إلى أي حد يعني فعلا يكفي الرهان على إجراءات إدارية كهذا كالحجر الصحي وحالة الطوارئ وتمديدها إذا لم تكن البنية التحتية للنظام الصحي مهيئة فعلا لمواجهة الوباء؟ هو الكورونا في الحقيقة ليس جائحة فيروسية فقط، هو جائحة اقتصادية، جائحة اجتماعية، هو أربك حتى اقتصاديات الدول المتقدمة، وبالتالي المغرب لا يمكن أن يكون استثناء. الدولة المغربية الآن تواجه يعني مشاكل، وتواجهها جملة وفي وقت واحد، وعليها أن تتجاوب معها في نفس الوقت، وهي مجبرة على إنفاق قصري وعلى أن تركز هذا الإنفاق على المجال الصحي. المجال الصحي الآن
قمنا بسد كل الثغرات، هناك الصحة المدنية، الصحة العسكرية. على مستوى المجتمع يجب إنجاح هذا الحجر الصحي، ولإنجاحه ينبغي وقاية الاقتصاد أيضا من الوقوع في السكتة القلبية، ويجب تشجيع تلك الفئات وخصوصا المياومين الذين يعملون بالأجر اليومي للصمود لأجل البقاء في هذا الحجر الصحي. كما قلت هناك عدة إجراءات، ربما المبالغ قد تبدو يعني لا تفي بالغرض المطلوب، ولكنها تبقى استثناء في منطقة المغرب العربي. والدولة عندما تقدم هذه المساعدات فهي تقدم أيضا المثال الذي ينبغي أن يحتذى من طرف الجماعات المحلية، من طرف الأثرياء، من طرف الأعيان، من طرف المجتمع المدني. وبالتالي نحن نعول أيضا على التضامن الاجتماعي، ورمضان هو فرصة أيضا لبلورة هذا التضامن الاجتماعي في الميدان من خلال التضامن بين الأغنياء والفقراء خصوصا، وأن هناك عودة الآن إلى المفاهيم الإسلامية التي تحث على التآزر وعلى التضامن وعلى الشعور بما يشعر به الفقراء من الناس. شكرا جزيلا لك دكتور خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة في الرباط. أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2629، في حين سجلت 375 وفاة، بينما تماثل للشفاء من الوباء 1047 شخصا. هذا وقد أعلنت وزارة التعليم في الجزائر تمديد تعليق الدراسة في المؤسسات التربوية والتعليمية إلى غاية 29 من نيسان أبريل الحالي، وذلك في إطار تجديد العمل بنظام الحجر الصحي 10 أيام إضافية. أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في تغريدة له على أهمية الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا. ومن جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية أن بلاده تدرس تخفيف بعض القيود والإجراءات الاحترازية مع حلول شهر رمضان. وكانت وزارة الصحة أعلنت خلو البلاد بشكل كامل من وباء كورونا بعد شفاء جميع المصابين. موريتانيا خالية من فيروس كورونا، 7 حالات تم رصدها حتى الآن، سجلت حالة وفاة واحدة، وتم الشفاء الباقين بشكل كامل بحسب وزارة الصحة. موريتانيا خالية من مرض كوفيد بعد إجراء الفحص لآخر مريض، وكان الفحص سلبيا ولله الحمد. بالنسبة للمستقبل ينبغي تعزيز الإجراءات المتخذة حاليا. 700 شخص قدموا مؤخرا إلى البلد، ما زالوا هنا رهن الحجر الصحي، وجميع من خضعوا للفحص لا يتعدى عددهم 1000، وهذا ما يذكي هاجس الخوف لدى البعض. بلدنا الآن في نعمة عظيمة يعني تغبط عليها الدول كاملة، دول العالم، لكن لابد من استمرار الحذر، الحذر واجب. احنا ندور الدولة تخفف عنا الحذر الصحي اللي ماتينا قادين يجبروا منه لقمة العيش حقيقة وحكمة. ألمحت السلطات إلى إمكانية تخفيف حالة الطوارئ الصحية مع حلول شهر رمضان، وقد يكون من بين ذلك تقليص فترة حظر التجول والسماح بالتنقل بين ولايات البلد. استئناف الدراسة وفتح الحدود ورجوع الأسواق إلى سابق عهدها أمور قد تأخذ بعض الوقت، وفيما يخص مواجهة التحديات المترتبة على محاربة كورونا اتخذت السلطات حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك توزيع بعض المعونات الغذائية على عدد من الأسر المحتاجة وجمع المزيد من التبرعات لصالح صندوق رئاسي تم إنشاؤه لمواجهة الوباء وسط تنامي الشكوك من إمكانية ألا تصل المساعدات إلى مستحقيها. فجائحة الفساد القديم كما يرى البعض أخطر من الوباء الجديد. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط. أعلنت قوات حكومة الوفاق وصولها إلى منطقة الشريدات في محيط ترهونة وسيطرتها على مناطق بمشارف المدينة، كما وأسرت عشرات المقاتلين من قوات حفتر.
وصرح المتحدث باسم غرفة العمليات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق أن قوات الحكومة تحاصر مدينة ترهونة في أغلب محاورها وتضيق الخناق على القوات المقاتلة مع حفتر. وبذا نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة المغربية. عودة الآن إلى بقية الأخبار مع كمال. إليك كمال. شكرا فرح. قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ للأسطول الأمريكي في الخليج. ووصف الحرس الثوري في بيان له ادعاءات الأمريكيين حول حادث 15 أبريل/نيسان بأنها مزورة. وأوصى الحرس الثوري الإيراني الأمريكيين برعاية البروتوكولات الدولية في مياه الخليج والابتعاد عن أي مغامرات والادعاءات. وأشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت سلوكات متكررة للقوات الأمريكية في الخليج تهدد الأمن والاستقرار. ونعود مجددا إلى مواقع التواصل الاجتماعي مع وسام. كمان أهلا بكم من جديد مشاهدينا. مصر لا تريد استقبالنا. صرخة لمواطنين مصريين محتجزين في مركز إيواء في الكويت. الشبان عبروا عن أوضاعهم من خلال فيديوهات نشروها على فيسبوك. دعونا نتابع هذا الفيديو. كما انتشر فيديو لعمال مصريين أيضا قالوا إنهم أضربوا عن الطعام داخل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء في الكويت. وطلب عدد من الأشخاص الحكومة المصرية أن تعيدهم إلى بلدهم في ظل جائحة كورونا. السلطات المصرية طبعا كانت قد أعلنت في وقت سابق عزمها إعادة المصريين العالقين في الخارج. وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها المصريون العالقون في الكويت بالرجوع إلى بلادهم. استغاثات المصريين في الكويت لاقت تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت ردود الفعل. سارة أسامة اعتبرت أن صرخة العمال حق فقالت إعلام تكلموا ما فيش حد استجاب، بعتوا فيديوهات على الفيسبوك كتير ما حدش مستجيب، هم عايزين يوصلوا للحكومة أنه ولا اللي في كبد مرتاحين ولا مدارس مرتاحين والكويت كتر ألف خيرهم ما قصروش بس هم عايزين يروحوا. علاء البحار أيضا علق وغرد على تويتر وانتقد إجراءات الحكومة المصرية كاتبا الإذلال والإهانة التي يتعرض لها المصريون العالقون في الخارج هذه الفترة تعكس حجم مصر في عهد السيسي، نظام خلى ملايين المصريين ما لهمش قيمة في البلد أو خارجها. أما عبد الله فرفض إلقاء اللوم على الحكومة المصرية وقال يا جماعة لازم تصبروا بلاش الكلام ده، البلد عمل كتير مع الشعب في الأيام دي وأنتم من زمان في الغربة وعارفين معنى الصبر، مش كل حاجة ترموها على البلد. جاسر عبد الله انتقد تعامل الحكومة المصرية مع أزمة العالقين وقال تكلفة عودة الناس دي أقل بكتير من تكلفة مؤتمر واحد بتاع شباب العالم ده، يشوف شباب بلده الأول وأهله بلاش تصرف عليهم، طالما بتدعي الفقر خليهم يحجزوا طيران على حسابهم، والمدن الجامعية زي الهم مش لازم فنادق هو سبوبة وخلاص. في قصتنا الأخيرة عن كورونا أيضا و عن حفل الزفاف، هذا اليوم الموعود الذي ينتظره المحبون بشغف أجبر الكثير من الأزواج على تأجيله إلى حين انقضاء زمن الوباء، لكن آخرين كحال زوجين روسيين لم يطقا الانتظار وأصرا على إتمام الزواج والرضا بحفل زفاف ولو افتراضي. الزوجان لم يتوجها إلى السجل المدني بمفردهما بل رافقهما المدعوون أيضا عبر بث مباشر على موقع انستغرام. التدابير التي اتخذتها الحكومة الروسية والسلطات الروسية لمحاربة تفشي الوباء في البلاد تمنع التجمعات الكبيرة، لكن العريسين حافظا على سعادتهما بهذا اليوم المميز وتلقيا الأمان بحياة سعيدة وباقات الورود والقلوب أيضا من أحبتهم، لكن هذه المرة عبر الرموز الافتراضية على شاشة التعليقات.
أيضا سنتابع وإياكم هذا الفيديو، حيث عبر هذه الشاشات رافق المدعوون الزوجين إلى البيت حيث أقاما احتفالا لم يتخليا فيه عن تقديم بعض المشروبات والأكلات التي تقدم في هذه المناسبات، لكن المشهد حافظ على غرابته. ففي الوقت الذي تأنق بعض المدعوون وكأنهم في صالة العرس، ظهر آخرون مرتدين ملابس النوم دون تكلف. الكلفة الزهيدة أيضا لمثل هذا العرس، يقول الزوجان، هي أحد محاسن الاحتفالات في زمن كورونا باهظ الثمن اقتصاديا على الجميع. تجربة هذين الزوجين تضاف لقصص كثيرة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية تفشي الوباء لحفلات زفاف افتراضية. والمتزوجون أضافوا على فساتين وبدلات الزفاف كمامة وقفازات. بهذا نصل إلى الختام، وعودة من جديد إلى كمال وهذه الظواهر التي لا تنتهي صراحة كمال في ظل هذه الأزمة. والزفاف بهذه الطريقة هو ضمن الحاجة أم الاختراع. صحيح. شكرا وسام. وبدوري أنهي الساعة الأخيرة وكالعادة بالكاريكاتير لنتابع.